برعاية مكتب التفتيش التربوي وبالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي ومكتب التدريب، أطلق مكتب تعليم البيضة مشروعا تعليميا يعتمد على استغلال حالة الفراغ التي يمر بها الطالب وملء الوقت خوفا من آثار نفسية على الطالب. الاجتماع هذا مش أول اجتماع، طبعا مراقبة التعليم وحدة التفتيش والتدريب والنشاط المدرسي، طبعا بخصوص أنت عارف يعني أن درنا مشروع نحن على عن بعد في قطاع التفتيش والنشاط المدرسي، يعني إن شاء الله نحن بصراحة نتمنوه أنه ينجح. عدة برامج تم إطلاقها تهدف لدعم الطلبة نفسيا وإحياء النشاط بالنسبة للطالب، وكذلك التدريب والتطوير بالنسبة للمعلم. هذا وقد انطلق البرنامج فعليا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض النشاطات عن بعد، على أن تعتبر كتهيئة للخطوة الثانية. طالب انت عارف الظروف اللي مر بهن توا الوقت الحالي، الازمات المتتابعه في البلاد، فاكيد ناتج عنها يعني ظروف نفسيه سيئه للطفل، واللي نحاولوا نحن نديروا ان نحسنوا من نفسيه الطالب. على الجانب الاخر، سيحظى المعلم من خلال هذا المشروع بدورات تدريبيه ستقام على مرحلتين، اولها عن بعد والثانيه عند انطلاق العام الدراسي، تعتمد بشكل كبير على كيفيه اعداد الطالب نفسيا وتجاوز مرحله الغياب الطويله للدراسه.